معكم من المغزى من قلعة أرامستر. اليوم سأحكي لكم عن قصة بيت فوق المنحدر من تأليف فرانكلين ديكسون. اليوم سأحدثكم عن قصة بيت فوق المنحدر من تأليف فرانكلين ديكسون. تكلم قصة بيت فوق المنحدر عن الشقيقان هاردي اللذان يحبان المغامرة والقضايا الغامضة مثل والدهما، فيرسل الأب أبناءه للبحث عن قضية المجرمين الهاربين، فيقعون في مصيدهم وأصدقائهم نصبه لهم أحد الرجال الهاربين، وتتوارى بعد ذلك أحداث شيقة. تابعوا هذه القصة المشوقة. أما شخصيات بيت فوق المنحدر هم كثيرين، فرح أذكر الأساسيين: الأخ جو والأخ فرانك والصديق تشات، وفي صديق ثاني اسمه بيف أو بوف قائد العصابة السريرة، وفي يعني طبعا الناس بيعملوا معه بيهربوا الأشياء. أكثر شخصيات لفتت نظري جو، حبيته أكثر إشي. ليه حبيتيه أكثر إشي؟ لأنه مرح. طبعا الجواب الدائم ومندفع، ما بيستخدم عقله يعني. لا ايش لهالدرجة يعني. وهاي القصة عبارة عن سلسلة، وهي في بعض الكتب منها: كنز البرج، بيت فوق المنحدر اللي هلا هي، سر الطاحون القديمة، الأصدقاء المفقودون، البحث عن الذهب المخفي. أنا حابب أقرأ سر الطاحون القديمة، بين حلوة، وهي من دار روائع مزدلاوي. ما أعتقد أول مرة بقرأ لها، غالبا بقرأ من دار المنى، والرسام مش مولود. هاي بعض الصور، أو هاي. كيف شايفيتهم رسماتهم يا ماما؟ ذكرائية؟ شكرهم حلوين. حلوين صح؟ ذكروني بالمغامرون الخمسة. من المغامرون الخمسة؟ ما بتعرفيهم. إنه هاي؟ وبقيمها 5/5. وبتصلح لرابع وفوق. بحس النصف الثالث مرات ما بكون بقدر اقرا هيك قصص طويله. ساحكي لكم عن الصفحات 211. مع اني كنت يعني بالصف الثالث كنت اقرا، يعني ولاش يعني كنت اقرا عادي زي هاري بوتر اشياء زي هيك، او مذكرات طالب. مهم، وإيش كمان تعلمت من القصة؟ استفدت من القصة شو رأيك تقرأ القصة؟ عشان أحكي لك شو استفدت يعني، عشان لازم قبل ما أعمل مراجعة لأي قصة تقرأيها صححي أخطائي، تحكي لي الأشياء اللي أنا مش عارفيتهم. وانا شو دخلي؟ انا بقرا كتبي. تعبري رايك. ليش هي سلمى تقرا ولا ماما تقرا؟ انا الي فقرتي. سلمى تقرا وماما تعطي بالراي. انا بدخل مرات بس ما بكون قارئه وبضلني صامته. اسمع منك، كفي حرقتي علي قصه الاخوان. مش عارف ايش استفدت منها. راح يبطل يسجل كمان شوي. استفدت منها، حبيت العلاقة بين الإخوة والأصدقاء، والعلاقة بين الأخوة وأخوه هدول شكلهم توأم. لا ذكر بالقصة أنه الأخو فرانك أكبر من جو، بس أنا حبيت جو. كان مكتوب أنه هو متسرع زي هيك، أو لا أنه هو أقل حذرا من أخوه الأكبر. فرانك أكبر رامر ونزاع، وعرفت انه في عمليات تهريب بتكون الواحد لازم يتحلى بالشجاعة عشان يحلها يوقفها. شو رأيك؟ يوقفها؟ يكتبها. طيب يوم مكتوب 2، ليش؟ لانها عددها 2 في السلسلة. طيب بدك ايش تحكي؟ بدي اقرأ 3 او 1. بدك تحكي اشي؟ خلصتي؟ فيش نسيته؟ ان شاء الله لا. ما لا تنسى تعمل لايك شير سبسكرايب. مع السلامة. هيك ولا كأنك بتدعو حدا للسبسكرايب، اعطي شوية طاقة في الموضوع. ولا تنسى تعمل لايك شير سبسكرايب.
ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.